اليوم كنعلنوا على التسويق ديال لا نوفيل فيستا. فيستا موديل اللي لقى نجاح كبير في المغرب. هذا لو نوفو موديل سي الموديل رقم 8. بالنسبه لفيستا ككل عندها تاريخ اللي اكثر من 40 سنه، لقات نجاح كبير في العالم كامل. السر في هذا بانه موديل اللي كيتجدد باش يجاوب على لي زاتونت ديال المستهلكين. دونك هاد لا نوفيل فيستا جبت معاها ديزاين جديد خارجي، وعندها ديزاين داخلي اللي كومبليتمون جديد، يعني شيء اللي جديد، ولكن اللي يعني الحاجه اللي جابتها اكثر هي لا كونيكتيفيتي. دونك هذه سياره ذكيه لانه تقدر تواجبك في التليفون، كتكونيكتا مع الهاتف ديالك، كدير لو ميرورينغ اللي هو انه يعني الهاتف ذاك اللي كيكون عندك سمارت فون كيولي عندك في ليكرون ديال 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 الطوموبيل. مارشي مغربي حساس للثمن، دونك درناه مع فورت جديد. دونك اليوم لا نوفيل فيستا كتبدا ب 800 درهم بالنسبه لا فيرسيون اسونس، وكتبدا ب 950 درهم بالنسبه لا فيرسيون ديال زين. لي زومبيسيون ديالنا يعني في المغرب، حنايا السنه الماضيه اون ا كونفورتي نوت بلاس دو 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 تريو دون تريو بور لي فونت، وكنكملوا في 2018. والاستراتيجية ديالنا هو انه غيكون تجديد ديال بزاف ديال لي موديل، بما بديناها اليوم لا نوفيل فيستا. كنا دخلنا لو كونيكت في اواخر السنه اللي فاتت، ترانزيت كاستم دخلنا ليه واحد ليفتينغ، وغادي يكون ليكو سبور اللي هو كومبليتمون جديد، غادي يدخل مع لوطو اكسبو، وغادي يكونوا موديلات اخرين افونيغ في لاني. لو نون فيستا عنده 40 سنة، أول فيستا تلونسات 40 سنة هذه، ومن لو لونسمون الأول حتى لدابا تقريبا 16 مليون سيارة فيستا اللي تباعت في العالم. فيستا موديل مهم بزاف بالنسبة لنا حنايا، لأنه كانت على مدى السنوات الأخيرة هي أكثر مبيعا في لو سيغمون ديالها. وهذه الفيستا الجديدة اللي جات حسنات كل شيء لكاركتيريستيك، هي أكبر من الفيستا اللي خرجت دابا. اللي ميو ايكيبي فيها المسائل ديال التكنولوجيا احسن، وفيها لي موتور اللي كان جبنا دابا لو ديزل وليسونس سون احسن من الفيستا القديمه. اذا حنا كنعولوا على هذه الفيستا الجديده باش تمكننا باش نشدوا المرتبه ديالنا في بيع السيارات في المغرب، وخصوصا في السيغمون ديال الفيستا. السوق ديال 2018 ما كاين حتى شي سبب باش تنقص على 2017، دونك كنظنوا بانه المارشي غادي يبقى تقريبا في نفس الاتجاه، واحد 2-3%. كنتسناو واحد ان شاء الله هذه السنه هذه 2018 تستهلك بواحد 170 الف سياره. ذاك العام درنا 168، غادي نديروا 170 الف سياره في السوق ككل.